باب في محاسبة المرء نفسه. ورنا مالك بن مغول أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون، أو قال أيسر لحسابكم، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية. ورنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر عن غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء يعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات إلى بيني وبينك، ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، ما لي ولهذا، والله لا أعود لهذا أبدا إن شاء الله. إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي جوارحه وفي لسانه، يعلم أنه مأخوذ عليه في ذلك كله. باب في ورود النار. أخبرنا سفيان عن رجل وراه عن عطاء بن يسار قال: تبدى إبليس لرجل عند الموت فقال: نجوت مني. قال: ما أمنتك بعد. أخبرنا عباد من قري قال: أخبرنا بكر بن عبد الله المزني قال: لما نزلت هذه الآية وإن منكم إلا واردها، ذهب ابن رواحة إلى بيته فبكى، فجاءت امرأته فبكت، وجاءت الخادم فبكت، وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون. فلما انقطعت عبرته قال: يا أهلاه، ما يبكيكم؟ قالوا: لا ندري، ولكننا رأيناك بكيت فبكينا. فقال: آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئني فيها ربي أني وارد النار، ولم ينبئني أني صادر عنها، فذلك الذي أبكاني. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: بكى ابن رواحة فبكت امرأته، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: بكيت حين رأيتك تبكي. فقال عبد الله: أما إني قد علمت أني وارد النار، فما أدري أناج منها أم لا. أخبرنا مالك بن مغول عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أنه أوى إلى فراشه فقال: يا ليت أمي لم تردني. فقالت امرأته: يا أبا ميسرة، إن الله قد أحسن إليك وهداك للإسلام. فقال: أجل، ولكن الله قد بين لنا أن وارد النار، ولم يبين لنا أن صادرون عنها. باب في كراهية الضحك وصفة المؤمن. حدثنا سفيان عن رجل عن وهب بن منبه قال: في حكمة آل داود حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات، وإجمام للقلوب، وحق على العاقل أن يعرف أهل زمانه ويملك لسانه ويقبل على شأنه، وحق على العاقل أن لا يطعن إلا في أحد ثلاث: زاد لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم. حدثنا معمر عن صالح بن مسمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للحارث بن مالك: كيف أنت أو ما أنت يا حارث؟ قال: مؤمن يا رسول الله. قال: مؤمن حقا؟ قال: مؤمن حقا. قال: فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة ذلك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أسمع عوى أهل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن نور الله قلبه. حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر رجل من بني هاشم وليس محمد بن علي قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام؟ فقال: إذا دخل الصدر النور انشرح وانفسح. قيل: هل لذلك من آية يعرف بها؟ قال: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل الموت. باب في الاستحياء من الله. حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير عن أبيه قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يخطب الناس: يا معشر المسلمين، استحيوا من الله،
فوالذي نفسي بيده إني لأضل حين أذهب إلى الغائط في الفضاء متقنعا بثوبي استحياء من ربي. أخبرنا مالك بن المغول قال سمعت أبا ربيعة يحدث عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم يحب أن يدخل الجنة. قالوا نعم جعلنا الله فداك. قال فأقصروا من الأمل وثبتوا آجالكم بين أبصاركم واستحيوا من الله حق الحياء. قالوا يا رسول الله كلنا يستحي من الله. قال ليس كذلك الحياء من الله، ولكن أن لا تنسوا المقابر والبلا، ولا تنسوا الجوف وما وعى، ولا تنسوا الرأس وما احتوى. ومن يشتهي كرامة الآخرة يدع زينة الدنيا. هنالك استحيا العبد من الله، هنالك أصاب ولاية الله. باب في طاعة الله تعالى ذكره. أخبرنا معمر عن محمد بن عمرو قال سمعت وهب بن منبه يقول وجدت في بعض الكتب إن عبدي إذا طاعني فإني أستجيب له قبل أن يدعوني وأعطيه قبل أن يسألني، وإن عبدي إذا طاعني لو أجلب عليه أهل السماوات وأهل الأرض جعلت له المخرج من ذلك، وإن عبدي إذا عصاني فإني أقطع يديه من أبواب السماوات وأجعله فلا ينتصر من شيء من خلقي. ولنا عبيد الرحمن ابن فضالة عن بكر بن عبد الله المزني قال قال أبو ذر يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. قال نعيم عبيد الرحمن بن فضالة أخو مبارك بن فضالة سمعت علي بن صالح يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. قال أي من طاعتي. أخبرنا حرملة بن عمران قال سمعت عقبة بن مسلم يقول إذا كان العبد على معصية الله أو قال على معاصي الله فأعطاه الله ما يحب على ذلك فليعلم أنه في استدراج منه. أخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه قال مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال لو أن المؤمن لا يعصي ربه ثم أقسم على الله أن يزيل الجبال لأزالها. أخبرنا يونس عن الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لم يشركوا بالله شيئا. أخبرنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. سمعت سفيان يقول في قوله تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ما أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفتم من ضيعاتكم وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال يبشر بثلاث بشارات عند الموت وإذا خرج من القبر وإذا فزع. قال نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا كانوا معهم. أخبرنا رجل عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا قال قرناؤهم يلقونهم يوم القيامة فيقول لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة. باب في حفظ الله العبد الصالح. أخبرنا محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر قال إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده ويحفظه في دويرته والدويرات التي حوله ما دام فيهم. أخبرنا مالك بن مغول عن طلحة قال سمعت خيثمة يقول إن الله لا يطرد بالرجل الشيطان من الأدور. أخبرنا ميسر عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وكان أبوهما صالحا قال حفظا بصلاح أبيهما لم يذكر منهما صلاحا. باب الصلاة في الموضع القفر. أخبرنا بقية بن الوليد قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان قال ذكر لي أن ربك يباهي الملائكة بثلاثة نفر رجل يكون في الأرض القفر فيؤذن ويقيم الصلاة ثم يصلي وحده فذكر لي أن ربك يقول للملائكة انظروا إلى عبدي يصلي لا يراه أحد غيري لينزل عليه 70,000 فليصلوا وراءه ورجل قام من الليل فيصلي وحده فيسجد وينام وهو ساجد فيقول الله انظر إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد ورجل في زحف ففر وثبت حتى قتل. باب في البقاع التي يصلى فيها ويذكر الله فيها. قرنا مسعر عن عبد الله بن واصل عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الجبل ليقول للجبل يا فلان
هل مر بك اليوم ذاكر لله؟ فإن قال نعم سر به، ثم قرأ عبد الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا الآية. قال فتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير. أخبرنا ثور عن مولى للهذيلي قال ما من عبد يضع جبهته في بقعة من الأرض ساجدا إلا شهدت له يوم القيامة وإلا بكت عليه يوم يموت. قال وما من منزل ينزله قوم إلا أصبح ذلك المنزل يصلي عليهم أو يلعنهم. أخبرنا صالح المري قال حدثنا جعفر بن يزيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جاراه هل مر بك اليوم عبد وصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة لا ومن قائلة نعم، فإذا قالت نعم رأت لها بذلك عليها فضلا. أخبرنا شريك عن عاصم عن المسيب بن رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا مات العبد الصالح بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء. ثم قرأ فما بكت عليهم السماء والأرض. حدثني عوف عن غالب بن عجرد قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منن قال إن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم تكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة أو كان لهم منها منفعة، فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم اتخذ الرحمن ولدا، فلما قالوها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. أخبرنا سفيان عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تبكي الأرض على المؤمن 40 صباحا. أخبرنا موسى بن عبيدة عن يزيد الرقاشي والرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما من بقعة يذكر الله عليها بصلاة أو بذكر إلا افتخرت على ما حولها من البقاع واستبشرت بذكر الله إلى منتهاها من 7 أراضين. وما من عبد يقوم يصلي إلا تزخرفت له الأرض. أخبرنا الأوزعي قال حدثني عطاء الخراساني قال ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت. أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال إذا كان الرجل بأرض قي فإن لم يجد الماء فتيمم ثم ينادي بالصلاة ثم يقيمها ثم يصليها إلا أما من جنود الله صفا ما يرى طرفه أو ما يرى طرفاه. وزادني سفيان عن داود عن أبي عثمان عن سلمان قال يركعون بركوعه ويسجدون بسجوده ويؤمنون على دعائه. حدثنا عوف عن قسامة بن زهير إن رجلا مسلما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يكون بالقفر فيقيم الصلاة ويصف خلفه من الملائكة إلى منقطع التراب أو صفوفا إلى منقطع التراب. حدثنا الأوزعي قال أخبرني عطاء بن أبي رباح عن كعب الأحباري قال من أذن في سفر وقام صلى خلفه ما بين الأفق من الملائكة، ومن أقام ولم يؤذن لم يصلي معه إلا ملكاه اللذان معه. أخبرني الأوزعي عن هارون ابن ذئاب قال قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الأرض لتتزين للمصلي فلا يمسحها أحدكم، فإن كان ماسحا لا محالة فمره، وأن يدعها خير من 100 ناقة للمقلة أي للنظر. باب في نسك الشاب. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي عن يزيد بن ميسرة قال إن الله يقول أيها الشاب التارك شهوته لي المتبذل شبابه من أجلي أنت عند الله كبعض ملائكته. وأخبرنا أيضا عن أبي المكرم عن مريح بن مسروق قال ما من شاب يدع لذة الدنيا ولهوها ويعمل شبابه لله إلا أعطاه الله والذي نفس مريح بيده أجر 72 صديقا. وعن إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة الحضرمي عن شريح بن عبيد عن عتبة بن عبد السلمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشاب المؤمن لو أقسم على الله لأبره. أخبرنا رشدين بن سعد قال حدثني عمرو بن الحارث عن أبي عشانة أنه سمع عقبة بن عامر يقول يعجب ربك للشاب ليست له صبوة. باب حب المؤمن المؤمن في الله. أخبرنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
وقال أدخل أصابعه بعضها في بعض. أخبرنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال خرج عمار بن ياسر إلى أصحابه وهم ينتظرونه، فقالوا أبطأت علينا أيها الأمير؟ فقال إني سأحدثكم حديثا، إن أخا لكم ممن كان قبلكم هو موسى. قال يا ربي حدثني بأحب خلقك إليك. قال لما؟ قال لأحبه لك. قال سأحدثك، رجل في طرف الأرض يعبدني سمع به أخ له في طرف الأرض لا يعرفه، فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته، وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته، لا يحبه إلا لي، فذلك أحب خلقي إلي. ثم قال يا ربي خلقت خلقا فجعلتهم في النار، فأوحى الله إليه أن ازرع زرعا فزرعه وسقاه، وقام عليه حتى حصده وداسه، فقال له ما فعل زرعك يا موسى؟ قال قد رفعته. قال فما تركت منه؟ قال ما لا خير فيه. قال فإني لا أدخل النار إلا من لا خير فيه. أخبرنا شريك عن أبي المحجل عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا، أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن توسع له في المجلس. أخبرنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أحب في الله وأبغض في الله وعادي في الله، وقال ووالي في الله، فإنه لا تنال ولاية الله إلا بذلك، ولا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مؤاخاة الناس اليوم في أمر الدنيا، وذلك لا يجدي عن أهله شيئا يوم القيامة. أخبرنا سفيان قال قال رجل من الأنصار أحب الناس على قدر تقواهم، علم أن القراءة لا تصلح إلا بزهد وذل عند الطاعة واستصعاب عند المعصية، واغبط الأحياء ما تغبط به الأموات. ورنا مالك بن مغول قال بلغنا أن عيسى بن مريم قال يا معشر الحواريين تحببوا إلى الله ببغضكم أهل المعاصي، وتقربوا إلى الله بما يباعدكم منهم، والتمسوا رضاه بسخطهم. قال لا أدري بأيتهن بدأ. قالوا يا روح الله فمن نجالس؟ قال جالس من يذكركم بالله رؤيته، ومن يزيد في علمكم منطقه، ومن يرغبكم في الآخرة عمله. ورنا عبد الرحمن المسعودي عن سعيد بن عمرو بن جعدة قال قال غفار وهم يذكرون الدنيا اقطعوا هذا عنكم بذكر الله. أخبرنا المسعودي عن عون بن عبد الله قال الذاكر في الغافلين كالمقاتل خلف الفارين. ورنا عاصم بن سليمان عن رجل من بني سدوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال جليس الصدق خير من الوحدة، والوحدة خير من جليس السوء، ومثل جليس الصدق مثل صاحب العطر إن لم يحذك يعبك من ريحه، ومثل جليس السوء مثل القين إن لم يحذك يعبك من ريحه، وإنما سمي القلب لتقلبه، ومثل القلب مثل ريشة في فلاة ألجأتها الريح إلى شجرة والريح تصفقها ظهرا لبطن. أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين قال أخبرني ابن أبي مليكة أو غيره أن لقمان كان يقول اللهم لا تجعل أصحابي الغافلين الذين إذا ذكرتك لم يعينوني، وإذا نسيتك لم يذكروني، وإن أمرت لم يطيعوني، وإن صمت أحزنوني. أخبرنا عمر بن سعيد ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة قال سمعت عبيد بن عمير قال بلغني أن داود النبي عليه السلام كان يقول اللهم لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني عبد الله بن جنادة أن أبا عبد الرحمن الحبلي حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا فيما مضى إذا لقي الرجل الرجل كأنما يلقى أخاه من أبيه وأمه، وأنتم اليوم إذا لقي الرجل منكم الرجل فكأنما يلقى عدوا. أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النعم تكثر وإن الرحم لتقطع، والله ليؤلف بين القلوب، فإذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء أبدا. ثم تلا وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. أخبرنا الفضيل بن غزوان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال هم المتحابون في الله. أخبرنا حيوة بن شريح قال أخبرني سالم بن غيلان أن الوليد بن قيس التجيبي
حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال سالم أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أخبرنا جويبر عن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضف بطعام من تحب في الله. باب ما يجني اللسان من الإثم. أخبرنا ابن عون قال: اعتذرت أنا وشعيب بن الحبحاب إلى إبراهيم قال: وذكر رجلا أنه قال: عذرتك غير معتذر، إن المعاذير يخالطه أو مخالطه الكذب. أخبرنا عمر بن بدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عند لسان كل قائل، فاتق الله امرؤ علم ما يقول. أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، فقال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخوف علي. قال: فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. ورنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للسانه: هذا أوردني الموارد. أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن رجل قال: رأيت ابن عباس قائما بين الركن والمقام آخذا بثمرة لسانه وهو يقول: ويحك قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم. فقيل له: يا ابن عباس ما لك آخذ بثمرة لسانك؟ قال: بلغني أن العبد ليس على شيء من جسده بأحنق منه على لسانه يوم القيامة. ورنا محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق أنه سئل عن بيت من شعر فكرهه، فقيل له فقال: إني أكره أن أجد في صحيفتي شعرا. أخبرنا الليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال لابنه أو لصبي ها يريد أن يعطيه شيئا فلم يعطه كتبت كذبه. أخبرنا مسعر عن أبي حسين قال: قال عبد الله رضي الله عنه: أنذرتكم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. أخبرنا الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم بئس مطية الرجل. أخبرنا مالك بن مغول عن عبد الملك ابن أبجر قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني خالد ابن أبي عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه طويلا ثم أرسله ثم قال: رحم الله من قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. أخبرنا سفيان قال: جاء قوم إلى عمر بن عبد العزيز أي ليشفع لهم في حاجتهم، فذكروا قرابتهم فقال عمر: إيه، ثم ذكروا حاجتهم فقال: لعل أو لعله. قال: فذهبوا كأنهم قد وجدوا، فقضى لهم حاجتهم. أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه ثم يرجع وما معه منه شيء، يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت، فيرجع وما حلي من حاجته بشيء قد أسخط الله عليه. أخبرنا وهيب أو غيره قال: قال عمر بن عبد العزيز: من عد كلامه من عمله قل كلامه. أخبرنا سفيان عن يزيد بن حيان عن عنبس بن عقبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. أخبرنا ابن لهيعة قال: أخبرني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. أخبرنا سفيان قال: بلغنا أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلم سلم. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: دع ما لست منه في شيء فلا تنطق فيما لا يعنيك.
واخزن لسانك كما تخزن ورقك. أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف. قال: ويقال الأنف ابن المبارك يقول: الذي إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناخ. أخبرنا عوف عن زياد بن مخراق قال: قال أبو كنانة عن الأشعري قال: يقال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. أخبرنا أبو الأشهب عن الحسن قال: كانوا يقولون إن لسان الحكيم من وراء قلبه، إذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه، فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك، وإن الجاهل قلبه في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه، ما أتى على لسانه تكلم به. وقال أبو الأشهب: كانوا يقولون ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. أخبرنا عمران بن يزيد التغلبي عن زيد العمي عن أبي إياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. أخبرنا إسماعيل بن عياش قال: حدثني محرز أبو رجاء مولى هشام أنه سمع مكحولا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عيابين ولا مداحين ولا طعانين ولا متماوتين. قال ابن المبارك: يعني المرائين. باب في التواضع. أخبرنا مسعر بن كدام عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إنكم تغفلون أفضل العبادة، التواضع. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن الهيثم بن خالد قال: كنت خلف سليم بن عتر فمر عليه كريب بن أبرهة راكبا ووراءه علج يتبعه، فقال له سليم: يا أبا رشدين، ألا حملته وراءك؟ فقال: أحمل علجا مثل هذا ورائي. قال: أفلا قدمته بين يديك إلى باب المسجد؟ قال: ولم أفعل؟ قال: أفلا نظرت إلى غلام صغير فحملته وراءك؟ قال: وما فعلت؟ قال سليم: سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: لا يزال العبد يزداد من الله بعدا ما مشي خلفه. أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا على دابته وغلامه يسعى خلفه، فقال: يا عبد الله احمله، فإنما هو أخوك وروحه مثل روحك، فحمله. أخبرنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشا، كان يقول لأحدنا عند المعاتبة: ما له تربت جبينه. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن أنه ذكر هذه الآية: الذين يمشون على الأرض هونا. قال: إن المؤمنين قوم ذلل، ذلت والله الأسماع والأبصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى، والله ما بالقوم من مرض وإنهم لأصحاء القلوب، ولكن دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم، ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله ما أحزنهم حزن الناس، ولا تعاظم في أنفسهم ما طلبوا به الجنة، أبكاهم الخوف من النار، وإنه من لا يتعزى بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير لله عليه نعمة إلا في مطعم أو مشرب، فقد قل علمه وحضر عذابه. ورنا عبد الرحمن بن يزيد أنه بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لبست درعا جديدا فجعلت أني أنظر إليه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: مه، أما تعلمين أن الله يراك. ورنا مالك بن أنس عن أبي النضر قال: انقطع شراك نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصله بشيء جديد، فجعل ينظر إليه، فلما قضى صلاته قال: قال له: انزعوا هذا واجعلوا الأول مكانه. قيل: كيف يا رسول الله؟ قال: إني كنت أنظر إليه وأنا أصلي. باب في عمارة المساجد. أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الكلمة الطيبة صدقة، كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. أخبرنا أبو حيان التيمي عن حبيب بن أبي ثابت أنه قال: كان يقول: أتيت الله في بيته
فإنه لم يأتي المأتي مثله في بيته، ولا أحد أعرف للحق من الله. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صوت رجل في المسجد، فقال: تدري أين أنت؟ أخبرنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كانت تحفته بذلك من الله الجنة. قال: فقيل: ما حسن عمارة مساجد الله يا رسول الله؟ قال: لا يرفع فيها صوت ولا يتكلم فيها بالرفث. أخبرنا محمد بن مطرف عن سهيل بن حسان الكلبي قال: إن الله يعطي العبد ما دام جالسا في المسجد بحضر الفرس السريع ملء كشحه في الجنة، وتصلي عليه الملائكة، ويكتب له في الرباط الأكبر. باب في من أنعش حقا بلسانه. أخبرنا ابن موهب عن مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنعش حقا بلسانه جرى له أجره حتى يأتي الله يوم القيامة فيوفيه ثوابه. باب في كراهية الرأي. أخبرنا عيسى بن يونس عن حريز عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 74 فرقة، أعظمها فتنة على أمتي الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال. أخبرنا سفيان عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: يذهب خياركم وفقهاؤكم فلا تجدون منهم خلفا، ثم يجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. باب في انتظار الصلاة في المساجد. أخبرنا مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني داود بن صالح قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخي، هل تدري في أي شيء نزلت هذه الآية: اصبروا وصابروا ورابطوا؟ قال: قلت: لا. قال: يا ابن أخي، إنه لم يكن في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو يرابط فيه، ولكنه انتظار الصلاة خلف الصلاة. أخبرنا محمد بن مطرف عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء عند المكاره من الكفارة، وكثرة الخطى إلى المساجد من الكفارات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة من الكفارات، وذلك الرباط وذلك الرباط. أخبرنا ابن لهيعة قال: حدثني أبو قبيل عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كتاب بكل خطوة يخطوها 10 حسنات، والقاعد في المسجد ينتظر الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى بيته. أخبرنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان قال: قال الله: إن أحب عبادي إلي المتحابون بحبي، والمعلقة قلوبهم بالمساجد، والمستغفرون بالأسحار، أولئك الذين إذا أردت أهل الأرض بعقوبة ذكرتهم، فصرفت العقوبة عنهم بهم. أخبرنا ثور بن يزيد عن محمد بن كعب القرظي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: إن المساجد طهرت من 5: من أن يقام فيها الحدود، أو يقتص فيها الجراح، أو ينطق فيها بالأشعار، أو ينشد فيها الضالة، أو تتخذ سوقا. أخبرنا ثور بن يزيد عن عبد ربه بن سليمان عن عبد الله بن محيريز قال: كل كلام في المسجد لغو، إلا كلام 3: إلا المصلي، أو ذاكر الله، أو سائل حق، أو معطيه. أخبرنا عبد الله بن الوليد ابن عبد الله بن معقل عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: ربما رأيت عبد الله بن يزيد ويزيد بن شراحيل العامري، وكان عداده في الأنصار، يجلس أحدهما إلى صاحبه بعد العصر في المسجد، ثم لعلهما لا يتكلمان أو لا يكلم أحدهما صاحبه حتى تغرب الشمس. أخبرنا محمد بن مسلم قال: أخبرني خالي عبد الله بن المؤذن قال: سمعت ابن المسيب يقول: من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. قال محمد: فما أحقه أن لا يقول إلا خيرا. أخبرنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن ابن جبير بن نفير
أن أبا بكر لما جهز الجيوش إلى الشام قال لهم: إنكم تقدمون أرض الشام وإنها أرض شبيعة، وإن الله ممكنكم حتى تتخذوا فيها المساجد، فلا يعلم الله أنكم إنما تأتونها تلهيا وإياكم والأشر. أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني إدريس بن أبي إدريس الخولاني عن أبيه قال: لا يعقبن الله الذين يمشون في المساجد في الظلم نورا تاما يوم القيامة. أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يقولون أو يرون إن المشي في الليلة المظلمة إلى المساجد موجبة. أخبرنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر إلى المسجد وهو مريض. أخبرنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال: دخلنا على أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب وهو يقضي في المسجد، فقلنا له: لو تحولت إلى الفراش فإنه أوثر. فقال: حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. أخبرنا معمر قال: لقي الحسن رجل يريد المسجد لصلاة العشاء في ليلة مظلمة أظنها ذات رداغ، فقال: أفي مثل هذه الليلة يا أبا سعيد؟ فقال الحسن: هو التشديد أو الهلكة. أخبرنا عبد الحكيم ابن عبد الله بن أبي فروة عن رجل قال: كان طارق قال: إن لم يبايع سعيد بن المسيب أو ابن المسيب لأقتلنه. قال: فدخلنا على سعيد بن المسيب فقلنا له، فقال: لا أبايع لرجلين. فقيل له: تغيب. فقال: أحيث لا يقدر علي الله؟ فقلت: اجلس في بيتك. فقال: أدعى إلى الفلاح فلا أجيب. أخبرنا حكيم بن رزيق بن حكيم قال: سمعت سعيد بن المسيب سأله أبي فقال: إحضار الجنازة أحب إليك أم القعود في المسجد؟ فقال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تقبر فله قيراطان، والجلوس في المسجد أحب إلي، أن تسبح لله وتهلل وتستغفر، فإن الملائكة تقول آمين، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فإذا فعلت ذلك فقل: اللهم اغفر لسعيد بن المسيب. أخبرنا عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: اتباع الجنائز أفضل من النوافل. وأخبرنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله قال: حدثتني أم الدرداء رضي الله عنها أن أبا الدرداء رضي الله عنه أتى باب معاوية رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له، فرجع إلى جلسائه ثم عاد فلم يؤذن له، فقال: من يغشى سدة السلطان يقوم ويقعد، ومن يجد بابا مغلقا يجد إلى جانبه بابا فيحان رحبا، إن دعا أجيب وإن سأل أعطي. أخبرنا يونس بن أبي إسحاق وعبد الرحمن المسعودي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن حقا على الله أن يكرم من زاره فيها. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني قال: حدثنا رجل من أهل الشام وكان يتبع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ويسمع منه، قال: كنت معه فلقي نوفا، فقال نوف: ذكر لنا أن الله تبارك وتعالى قال لملائكته: ادعوا إلي عبادي، فقالوا: يا رب، وكيف والسماوات السبع دونهم والعرش فوق ذلك؟ فقال: إنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد استجابوا لي. قال: يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: وقال الشامي: وإن يده لعلى عاتقي، أو قال: على ذقني. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب، أو قال غيرها، شك سليمان، فقعد رهط أنا فيهم ينتظرون الصلاة الأخرى، فأقبل النبي عليه السلام يسرع المشي كأني أنظر إلى رفعه إزاره كي يكون أحث له في المشي، فانتهى إلي فقال: ألا أبشر، هذا ربكم أمر بباب السماء الوسطى، وقال السماء، ففتحه ففاخر بكم الملائكة، فقال: انظروا إلى عبادي أدوا حقا من حقي، ثم انتظروا إذا حق آخر يؤدونه.
أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن سعيد بن المسيب عن أبيه قال أتاني عبد الله بن سلام وأنا في المسجد فقال يا مسيب إن لهذا المسجد أوتادا هم أهله وأنتم تتعاهدون الرجل فإن كان مريضا عادوه وإن كان في حاجة أعانوه. باب في المشي إلى المساجد. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن داود بن فراهيج عن مولى لسفيان بن مزيد أو قال مرثد أنه كان ينطلق إلى المسجد وهو مستعجل فلقي الزبير بن العوام فقال اقصد في مشيك فإنك في صلاة ولن تخطو خطوة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم عن يحيى بن يحيى الغساني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيك إلى المسجد ورجوعك إلى بيتك في الأجر سواء. قال نعيم سمعت ابن المبارك قال أفادني هذا الحديث حديث يحيى بن يحيى الغساني بالرقة فرجعت بعد إلى حمص حتى سألته. باب في العزلة. أخبرنا شعبة بن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت طلحة بن عبيد الله يقول إن أقل العيب على المرء أن يجلس في داره. أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال سمعت الزبير بن العوام يقول من استطاع أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. أخبرنا سفيان عن سليمان عن مسلم البطين عن عدسة الطائي قال مر بنا عبد الله بن مسعود ونحن بزبالة أتينا بطائر فقال من أين صيد أو من أين أصيب هذا الطائر فقلنا من مسيرة ثلاث فقال لوددت أني حيث أصيب هذا الطائر لا يكلمني بشر ولا أكلمه. أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحف عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من نجاه قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. بلغني عن ثور عن سليم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال نعم صومعة المرء المسلم بيته يحفظ عليه نفسه وسمعه وبصره وإياكم ومجالس السوق فإنها تلهي وتطغي. أخبرنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال ما كنت تلقى المسلمين إلا في مساجدهم أو في صوامعهم يعني بيوتهم أو حاجة من الدنيا يعذرون بها ولم يكونوا أسقط بين ذلك يحثي النساء في وجوههم كأنه يعني المجانين. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني بكر بن سوادة قال كان رجل يعتزل الناس إنما هو وحده فجاءه أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أنشدك الله ما يحملك على أن تعتزل الناس قال إني أخشى أن أسلب ديني وأنا لا أشعر فقال أترى في الجند 100 يخافون الله ما تخاف قال فلم يزل ينقص حتى بلغ 10 قال فحدثت به رجلا من أهل الشام فقال ذلك شرحبيل بن الصمت. أخبرنا يحيى بن أيوب عن ابن غزية قال كان أبو الجهم ابن الحارث ابن الصمة لا يجالس الناس فإذا قيل له قال الناس شر من الوحدة وكان يقول لا أذم أحدا ما عشت ولا أركب دابة إلا وأنا ضامن يريد على الله وكان زعموا أنه من أعبد الناس وأشدهم اجتهادا وكان لا يفارق المسجد. أخبرنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال لما قدم معاوية رضي الله عنه يريد الحج تلقاه ناس من أهل المدينة فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه ألا تركب فتلقى أمير المؤمنين فقال إني أكره أن أركب مركبا لا أكون فيه ضامنا على الله. أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن غزية أن حمزة من بعض ولد بن مسعود قال طوبى لمن أخلص دعاءه وعبادته لله ولم يشغل قلبه بما ترى عيناه ولم ينسه ذكر الله ما تسمع أذناه ولم يحزن نفسه بما أعطي غيره. أخبرنا زائدة بن قدامة عن سليمان عن موسى بن عبد الله عن أمه قال سليمان وأمه بنت حذيفة عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال
والله لوددت أن لي من يصلح لي في مالي، ثم أغلقت علي بابي فلم يدخل علي بشر، ولم أخرج إليه حتى ألحق بالله. وأخبرنا مالك بن مغول قال حدثنا الشعبي قال ما جلس الربيع بن خثيم على مجلس ولا على ظهر طريق كذا وكذا، قال أخاف أن يظلم رجل فلا أنصره، أو يفتري رجل على آخر فأكلف عليه الشهادة، أو يسلم علي فلا أرد عليه السلام، أو يقع على حاملة حملها فلا أحمل عليها. قال فأنشأ يذكر من هذا. قال وكنا ندخل عليه بيته. أخبرنا سفيان قال لم يرى ربيع بن خثيم في المجلس قط. أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال قال فلان ما أرى أن ربيع بن خثيم تكلم منذ 20 سنة بكلمة إلا تصعد. أخبرنا سفيان عن نسير بن ذعلوق عن إبراهيم التيمي قال حدثني من صحب ربيع بن خثيم 20 عاما فلم يسمع منه كلمة تعاب عليه. وأخبرنا أيضا قال جالس رجل راه من تيم من أهل ربيع بن خثيم 10 سنين، قال فما سألني عن شيء إلا أنه قال والدتك حية؟ وقال كم لكم من مسجد؟ أخبرنا عيسى بن عمر قال كأنهم ذكروا عند ربيع بن خثيم شيئا من أمر الناس، فقال ربيع ذكر الله خير لكم من ذكر الرجال. أخبرنا عيسى بن عمر قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثني رجل من أهل ربيع بن خثيم قال ما سمعنا من ربيع كلمة يرى أنه عصى الله فيها منذ 20 سنة. أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا بكر بن ماعز أن ربيع بن خثيم أتته ابنة له فقالت يا أبتاه أذهب ألعب، فلما أكثرت عليه قال له بعض جلسائه لو أمرتها فذهبت. قال لا يكتب علي اليوم إن شاء الله أني أمرتها باللعب أو للعب. أخبرنا سفيان عن أبي طعمة عن رجل من الحي وربما قاله بيرة بن خزيمة قال أتيت الربيع بن خثيم بنعي الحسين وقالوا اليوم يتكلم، فقال قتلوه، ومد بها سفيان. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أخبرنا سفيان عن أبيه قال سمعت أبا وائل سأله رجل أنت أكبر أم ربيع؟ قال أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا. باب الاستغفار. أخبرنا عيسى بن عمر قال حدثنا عمرو بن مرة قال مر ربيع بن خثيم بميثم صاحب الزمان ومعه ميثم جليس للربيع، فقال ميثم لجليس الربيع في أي واد يهيم هذا؟ قال والله ما ندري ما نحن حين نقوم من عنده إلا كهيئتنا حين نجلس. قال أدخلني عليه فإني قلما كلمت رجلا إلا كدت أعرف نحوه الذي يأخذ فيه. قال فدخلنا عليه قال فتكلم ميثم وكان صاحب كلام، فذكر اختلاف الناس وذكر ثم استغفر ثم سكت، ثم تكلم ربيع بن خثيم فذكر الأمر الجامع الجنة والنار ونحو هذا، ثم استغفر وسكت. ولما خرجنا قال الرجل لميثم مه، قال ما أنا حين قمت إلا كهيئتي حين جلست. أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا رجل قال قيل للحسن في أي شيء قاله يا أبا سعيد ما سمعت أحدا من الفقهاء يقول هذا؟ قال وهل رأيت فقيها قط؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب في العبادة. قال وما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه حدثهم أنه قال قال ربيع بن خثيم لجليس له أيسرك أن تؤتى بصحيفة من النبي صلى الله عليه وسلم لم يفك خاتمها؟ قال نعم. قال فقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم، فقرأ إلى آخر 3 آيات. أخبرنا سفيان عن أبيه قال كان بكر يذكر عن ربيع بن خثيم أنه كان يقول يا بكر بن ماعز اخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك، فإني اتهمت الناس على ديني، أطع الله فيما علمت، وما استؤثر به عليك فكله إلى عالمه،
لأن في العمد أخوف مني عليكم في الخطأ، ما خيرتكم اليوم بخيرة، ولكنه خير من آخر شر منه، ما تبزغون الخير حق ابتغائه، ولا تفرون من الشر حق فراده، وما كل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أدركتم، وما كل ما تقرؤون تدرون ما هو، السرائر السرائر التي يخفين من الناس، وهن عند الله بواب، التمسوا دواءها، وما دواءها؟ أن تتوب ثم لا تعود. أخبرنا أشعث بن سوار عن ابن سيرين عن ربيع بن خثيم أنه قال: أقل الكلام إلا في تسع: تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وسؤالك الخير وتعوذك من الشر حين دخل على علقمة. جاءت الرواية بسياقة أخرى عند هناد في الزهد أن ابن سيرين قال: كنا في بيت علقمة بن قيس، فدخل علينا ربيع بن خثيم فقعد في ناحية البيت فقال، فساق الحديث. وهذا يبين كلمة ابن سيرين الآخرة، وهي قوله حين دخل على علقمة. أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار قال: سمعت الحسن وجاءه رجل فزحم الناس فضحك الرجل، قال: إذا جئت زحمت. فضحك الآخر فقال: مه. ثم ضحك أيضا فقال: كان الناس والسن لا يزيد الرجل إلا خيرا، وليس من جرب كمن لم يجرب. الناس اليوم يذهبون سفالا سفالا، قلت الأمانة واشتد الشح، فإنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما أصبح بها مؤمن إلا أصبح مهموما محزونا، مما يراعي من نفسه ومما يراعي من الناس، ذهبت الوجوه والمعارف، فلا نكاد اليوم نعرف شيئا. إن الدنيا كانت مرة مقبلة حلوة، فقد ذهبت حلاوتها، وذهبت طمأنينتها، وذهبت سلوتها، وذهب صفوها، وبقي كدرها. باب في المزاح. أخبرنا ابن أبي رواد قال: كتب الحجاج إلى الوليد إن عمر كهف للمنافقين، رفعه إليه، فاستصحبه ناس فخرج إليهم وقد اجتمعوا ليخرجوا معه، فقال: أكلكم قد حضر؟ قالوا: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، وكانوا يفعلون ذلك إذا تكلموا. ثم قال: اتقوا الله وحده لا شريك له، وإياي والمزاحة، فإنها تجر القبيحة وتورث الضغينة. تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به، فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال، سيروا بسم الله. باب في من ترك شيئا لله. أخبرنا يزيد بن إبراهيم عن أبي هارون الغنوي عن مسلم بن شداد عن عبيد بن عمير عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: ما ترك عبد شيئا لا يتركه إلا لله، إلا آتاه الله بما هو خير له من حيث لا يحتسب، ولا تهاون عبد أو أخذه من حيث لا يصلح له، إلا آتاه الله بما هو أشد منه من حيث لا يحتسب. أخبرنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: حدثنا أبو قتادة وأبو الدهماء وكانا يكثران السفر إلى مكة، قال: أتينا على رجل من أهل البادية، فقال البدوي: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، وكان مما حفظت عنه أن قال: لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله ما هو خيرا منه. أخبرنا سفيان عن سليمان عن أبي الضحى عن مشروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تتركون خصلة مما تؤمرون به إلا أبدلكم الله بها أشد عليكم منها. أخبرنا إسماعيل المكي عن محمد بن سيرين عن شريح قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لم تجد فقد شيء تركته ابتغاء وجه الله. أخبرنا ابن عيينة عن إسرائيل أبي موسى عن عبد الله بن الحسن قال: قال علي رضي الله عنه: لا يترك الناس شيئا من دينهم إرادة استصلاح دنياهم إلا فتح الله عليهم ما هو أضر عليهم منه وما هو أشر عليهم منه. باب في الورع. أخبرنا بشير أبو إسماعيل قال: حدثني يحيى بن عبد الرحمن قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: كان أولوكم يتعلمون الورع، ويأتي عليكم زمان يتعلم فيه الكلام، وكان أولوكم أخوف ما يكونون من الموت، أصح ما يكونون. أخبرنا سفيان عن أبي السوداء عن الضحاك قال: أدركتهم
وما يتعلمون إلا الورع. قال وغير واحد يعني سفيان عن مورق العجلي قال ما امتلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط فأندم عليه إذا رضيت. ولقد تعلمت الصمت 10 سنين ولقد سألت ربي مسألة 20 سنة فما أعطانيها وما أيست منها وما تركت الدعاء بها وما أحد يموت فأوجر عليه إلا أحببت أن يموت. فسئل ما الذي دعا به فقال ترك ما لا يعنيني.